للسينما التركية تاريخ طويل، واليوم نصحبكم في جولة إلى معرض إبداعي للممثل والمخرج التركي ميتن إركسان. إن قمة الحضارة هي التواصل بين البشر بما يحمله من مكونات ثقافية وحضارية، ثم توظيفها في خدمة الإنسان بما يحقق السعادة للبشرية. فالعالم تحول إلى قرية صغيرة، ويشكل الإعلام ركيزة أساسية في هذا المضمار، وخاصة السينما. فالسينما التركية سينما الدموع والضحك والأغاني، لذلك استضاف متحف الصور الفوتوغرافية في إسطنبول معرضاً للصور الفوتوغرافية للفنان والمخرج التركي الراحل ميتن إركسان. أنا هنا لزيارة هذا المعرض الإبداعي للمخرج التركي المشهور الذي حاز على جوائز عالمية عدة. فبالرغم من أن المعرض بالأبيض والأسود، إلا أنه غاية في الروعة والإبداع، وأنا من هنا أشكر القائمين على المعرض. ضم المعرض العديد من صور المخرج إركسان بجانب العديد من أفلامه الشهيرة. ولد إركسان في محافظة شنقلع شمال غرب تركيا عام 1929، وعقب تخرجه من قسم تاريخ الفن في جامعة إسطنبول عام 1952 أخرج عشرات الأفلام التي حازت سمعة طيبة في تركيا وخارجها. وفي عام 1964 شهدت السينما التركية طفرة نوعية من حيث الكم الإنتاجي، حيث بلغ 180 فيلما، وذلك بسبب دخول جيل جديد من المخرجين مثل ميتن إركسان، أرتام يلماز، أورهان أكسوي، جودة أوكشكيل، ويلماز التنر، والذي نهتم بمشاكل المجتمع وملامسة قضايا. إنه مخرج رائع، وهنا وفي هذا المكان متحف الصور الفوتوغرافية نستمتع بزمن الفن الجميل والإرث الذي تركه لنا هذا المخرج الرائع من أفلام أثرى بها السينما التركية ومحبي الفن. وهذه الصور تدل على فترة اليشيل تشام، محببة جدا للكثير منا. إنه معرض رائع ومميز. حصد ميتن إركسان جوائز عدة في مهرجاني البندقية والدب الذهبي، وفي مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه الصيف القاحل. وكان هذا الفيلم من أوائل الأفلام التي وجدت طريقها إلى العالمية، وبعدها زاد الإنتاج بشكل بسيط متنوعا في أفلام مثل الدراجة ذات العجلات الثلاث، جثة على الساحل، أذرع الإخطابوط، كلنا إخوة، لمخرجين كبيرين هما خالد رفقي ولطفي عمر. توفي المخرج السينمائي التركي المعروف ميتن إركسان عام 2012 عن عمر يناهز 83 عاما، تاركا وراءه العديد من الأعمال السينمائية الإبداعية. هو ممثل ومخرج تركي، أثر السينما التركية بالعديد من الأفلام الرومانسية حتى أصبحت أفلامه رمزا للسينما التركية. لبرنامج الألوان السبع رامي عبد العال، صمول.